في ظل التقدم الكبير اللي بتشهده الدولة المصرية في مختلف القطاعات، إلا إنها بتتحمل عبء كبير جداً نتيجة الزيادة السكانية، وده اللي سببته الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد. علشان كده أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع 2 كفاية، وده للحفاظ على الأسرة المصرية بشكل عام وضمان حق الأطفال في التعليم الجيد والصحة الجيدة. برنامج تكافل الكرامة دي مساعدات نقدية مشروطة. المساعدات دي مشروطة بأن الأسر المستفيدة تهتم بصحتها وبصحة أبنائها وبتعليمهم كمان. فمن هنا جاء انطلاق لمشروع 2 كفاية، واللي بيهتم بالرعاية الصحية للأسرة والرعاية الصحية تحديدا للأم، وأن هي ازاي تهتم بصحتها وبصحة أبنائها. المشروع بيستهدف 1,150,000 سيدة في المحافظات الأكثر فقرا والأكثر إنجابا. وإحنا حاليا دلوقتي من خلال برنامج 2 كفاية بقى عندنا قاعدة بيانات بتقول هم دول مستفيدات 2 كفاية، واللي هم في نفس الوقت مستفيدات برنامج تكافل، والأسر وهي دي الأسر المستهدفة من البرنامج. الأسر دي المفروض بينزل بيتم التعامل معاهم من خلال حملات طرق الأبواب، ومن خلال حملات التوعية اللي بتتعامل بيهم، وتوجيههم لأقرب عيادات تنظيم أسرة أو أقرب عيادات 2 كفاية موجودة في المحافظة. وعندنا في المحافظة في 4 عيادات، ده غير التوجه السيدات نفسها لأقرب مراكز تنظيم أسرة. محافظة الفيوم من المحافظات الأكثر إنجابا، قررت الوزارة دعم الجمعيات الأهلية المتواجدة بيها وإمدادها بأحدث وسائل تنظيم الأسرة. الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام في الفيوم، الجمعية يعني أحد الجمعيات المشاركة في مشروع 2 كفاية، بتهدف إلى تحسين الخصائص السكانية للمنطقة اللي هي مكلفة بفحصها ومسحها وتقديم الخدمات للسيدات فيها، من التوعية، الإشراف الطبي على حالة السيدات، وإفهمهم بضرورة الاهتمام بتربية الأطفال وتنشئتهم تنشئة كويسة، وفي نفس الوقت الحرص على أن العدد يبقى ما هو متاح لإمكانيات الأسرة المادية والاجتماعية والاقتصادية. وعلشان يكون المشروع ملائم للواقع ومتطلباته، أعدت الوزارة مناهج على أسس علمية تتناسب مع كل حالة، ودربت المشرفات داخل الجمعيات عليها. الأول إحنا خدنا كفريق العمل اللي هو المدير والمحاسب ومدخل البيانات، اتدربنا قبل المثقفات بفترة عشان نقدر نختارهم، وبعدين ابتدى تدريب المثقفات في الأسبوع الأخراني من شهر ديسمبر. كان تدريب رائع الحقيقة من قبل وزارة التضامن. وعلى الأرض قامت الوزارة بتدعيم الجمعيات الأهلية بأطباء وممرضات متخصصين للمشروع، وعيادات تم تجهيزها على أعلى مستوى لاستقبال المنتفعات. عندنا الوسائل المتاحة كلها لعملية تنظيم الأسرة حسب رغبة السيدة. المشروع لاقى ترحيب كبير جدا برغم الفترة القصيرة اللي اشتغل فيها، وهو طبيعي 2 كفاية يشرفوك ولا يبقوا حمل عليك. هي عشان أنظم الأسرة، وفي نفس الوقت إن أنا يعني عايزة أتعلم، إن أنا أعلم أولادي كويس وكده، وأطلعهم حاجة حلوة وأفرح بيهم. وبقول لكل أم كفاية، كفاية 2، كفاية صحتك، كفاية تعب، كفاية حرام يترموا في الشارع. وبنتي التانية معايا بنتي برضو، يا ريت تبقى نفسي أشوفها برضو تبقى مدرسة دكتورة، حاجة حلوة ليهم يعني لما يكبر كده ويشرفوني يبقى حاجة حلوة مش حاجة وحشة. جربت تزرع بذرة صغيرة واسقيها بالحب وشوف، طلعت بقى شجرة كبيرة يتمتع بجمالها تلوح.